كتير من بنات وستات بيقولوا خايفين منه. هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا الدكتوره سندس عمر خبيره التجميل. اهلا بيك يا دكتوره سندس. الله يسلمك يا اهلا حبيبتي. بيكي الحقيقه قبل ما نتكلم بقى عن المقشرات بتاعه البشره وعن انواعها والحاجات دي كلها، خلينا نشوف معاكي ايه هو اصلا تقشير البشره، ايه الكيفيه بتاعته، بيحصل ايه للبشره عشان نقشرها كده. هلا بالنسبة للتقشير شيء مهم أو خطوة مهمة كتير كتير للبشرة، يعني نحن بنحاول دائما إنه التقشير نذكره من أهم الخطوات العناية بالبشرة، بس نحن عندنا بناحية التقشير صار في عدة مثل ما حكيتي قبل شوي عدة طرق وعدة تطورات للطرق هاي، فما عادت التقشير بس التقشير البسيط اللي كنا نعرفه واللي نساوي، في عندنا تقشيرات فيزيائية اللي بتكون عبارة عن منزلية أو بنشتريها بتكون جاهزة، وفي عندنا تقشيرات بتصير كيميائية، فكلياتها مهمة للبشرة، وكلياتنا فينا نقول إنه البشرة محتاجة بشكل أسبوعي للتقشير، ما فينا نستغني عن هالخطوة أبداً أبداً، لأنه البشرة دائماً متجددة ولازم نتخلص من كل الأوساخ أو الأشياء العالقة فيها أو الخلايا الميتة المتراكمة عليها بشكل دوري وبشكل مستمر، حتى الرؤوس السوداء وإذا كان في أثار حبوب، هي كلها مهم فيها التقشير جداً جداً. تمام جداً. طيب هنرجع نكمل حوارنا مع حضرتك، ولكن معانا فيديو بيتكلم عن فوائد تقشير البشرة، نشوفه معاكي مع كل المشاهدين، نرجع نواصل حديثنا. تقشير الوجه له فوائد عديدة، منها يحد من ظهور حب الشباب ويقلل منه، يقلل تراكم الزيوت والدهون في مسامات البشرة، يزيل الخلايا الميتة والتالفة مما يمنح الوجه النضارة والحيوية، يمنع خشونة وجفاف البشرة مما يساهم في تنعيمها وترطيبها، يحافظ على حيوية وشباب البشرة مما يقلل علامات الشيخوخة، يمد الوجه بالفيتامينات والعناصر اللازمة، يوحد لون البشرة ويقلل من شحوب واسمرار الوجه. تقشير الوجه له فوائد، حقيقة له فوائد كتير جدا. طبعا اهم حاجه هتلاقي كل الستات والبنات احنا مش عايزين نبان ان احنا كبار، احنا عايزين علامات الشيخوخه دي ما تبقاش موجوده عندنا. طيب قبل ما اشوف معاكي الوصفات اللي حضرتك جايباها علشان نعمل تقشير للبشره، خصوصا ان هو يكون منزلي وكمان في متناول ايد الجميع، عايز اعرف الاول ايه الحالات اللي تخليكي تقولي البشره دي محتاجه ماسكات التقشير اللي معانا؟ هلا كل البشره، كل انواع البشره محتاجه تقشير وتقشير طبيعي، بس لكن نحن لما عم نقول انه في مقشرات صايره او تطورت المقشرات، في ناس بيقولوا احنا ما لنا خلق مثلا نسوي تقشير منزلي وبدنا يعني شغلات تكون سريعه وقويه واطول، يعني لها مساء يعني فوائدها بسرعه يعني تجي، فصارت هلا في عندك التقشيرات الكيميائيه والفيزيائيه، التقشيرات الكيميائيه والكريستال والتقشير الكربوني، فصار في عده مقشرات للبشره، بس نحن لازم دائما نحكي ونقول انه اي مقشرات او اي طريقه مبتكره حاليا مو أقل يعني مو اهميتها قد اهميه المقشرات الطبيعيه اللي دائما نستخدمها بشكل دوري في المنزل، لانه دائما المقشرات الطبيعيه اللي بنستخدمها بشكل بالبيت او بتكون احنا مساوينا بايدينا، هي بتخلصنا من قشور البشره السطحيه دائما بشكل دوري، فما بتتراكم عنا، بينما لما بدنا نلجا للطرق الاقوى هذيك بتكون عم بتخلصنا من اشياء يعني من طبقه خارج الخارجيه كامله، فنحن لازم دائما عشان نضاره البشره وعشان مثل ما حكيتي التجاعيد ما تطلع بشكل بسرعه ولا تكون انه عندنا هيك نوع من القشور الموجوده على البشره، وخصوصا الرؤوس السوداء، الرؤوس السوداء اللي اغلب البنات بيعانوا منها فعلا. لو انه انت تلتزمي بالمقشر بشكل اسبوعي مره الى مرتين بشكل اسبوعي ما حتبين عندك الرؤوس البيضاء والسوداء بشكل هيك واضح وانك تكوني انت مزعوجه منها. حتى هلا بالصيف مثلا المقشر ليش مهم؟ لانه المسامات وانفتاح المسامات بتكون واضحه جدا، بتحسي ثقوب بالبشره، فهي الثقوب بالبشره هي لانه مليانه وبدها حدا يشيل اللي فيها حتى ترجع لطبيعتها وتغلق، فعشان هيك نحن دائما بنقول المقشرات شيء مهم. بالظبط. طيب هي شيء مهم، وبالتالي انت معاكي النهارده مجموعه من الماسكات للتقشير، خلينا نبدا فيها معاكي ونشوف ايه المكونات وطريقه الاستخدام. جبت بشكل عام لأننا نحكي مقشر منزلي، ايش هو المقشر المنزلي؟ جبت بشكل عام يعني عده انواع للمقشرات المنزليه، دائما المقشر المنزلي المفروض يكون ماده خشنه زائدا ماده لينه زائدا حمضيات.
تكون جمع بين هذول مادة خشنة ومادة لينة وحاجة للحمضيات. يعني المادة الخشنة عندك كتير أنواع، عندك مثلا كربونات الصوديوم، عندك الملح، عندك السكر، عندك مثلا الرز المطحون، عندك الشوفان المطحون، كلياتها هي مواد خشنة. بس لكن تمام، بدنا نحكي معلومة صغيرة كتير، إنه إذا كانت البشرة حساسة جدا المفروض المادة الخشنة تكون جدا يعني مطحونة مزبوط، يعني ما علشان ما تعملش جروح في البشرة. عندك المادة الملينة احنا مخيرين، عندك من الزيوت، عندك الزبادي، عندك اي كريم موجود عندك حابة انه يكون مادة ملينة. نحن هلأ مو للفوائد، نحن بدنا نستخدم للاستخدام، الغرض من المقشر مو فائدته انه عم نغذي البشرة، عم نتخلص من الجلد الميت. المادة الحمضية كمان انت عندك عدة خيارات للمادة الحمضية، في عندك الليمون، في عندك البرتقال، في عندك الخل، التفاح، في عندك كمان انك تستخدمي المواد الحمضية الموجودة بالفواكه مثل الكيوي مثل الفراولة، كلياتها بتكون هاي مادة حمضية يمكننا استخدامها في التقشير. فنحن الجمع بين هذول ثلاث مواصفات للمقشر بيكون عندنا مقشر متكامل. دي أهم مواصفات المقشر علشان يجيب النتيجة المرجوة. يعني هلا مثلا البشرة الحساسة، البشرة الحساسة نحن دائما لما بنقول انه نستخدم مادة خشنة، البشرة الحساسة فينا نستعين عنا بالبن، القهوة، القهوة مادة مو خشنة جدا لكنها مقشر جدا رائع. ففينا نحط ايه على البن؟ يعني فينا نحط مادة لينة مثل ما حكينا هلا، هاي المادة اللي خشنة رح نعتبر البن هي المادة الخشنة، حنضيف مع إلها مواد حمضية مثل الليمون على حسب احتياجنا للليمون، إذا كان معلقة مثلا حتى يكون لما نخلطها تكون متماسكة، ومادة لينة حنكون مثلا زيت اللوز. زيت اللوز، زيت اللوز ده الحلو ولا المر؟ لا المر. المر هلا فينا نحن نخلطه مظبوط. في بديل لو انا ما عنديش زيت اللوز؟ ايه في بديل، لانه نحن عم نقول ماده لينه بايش ما كان عندك، حتى لو كان عندك لوشن عادي للجسم. بقول لك طب اللي هو زي الجونسون والحاجات دي بتاعه الاطفال بصير. فنحن بنخلط الماده لحد ما تتماسك مع بعضها، ريحه البن طلعت جميله. وبعدين بنمدها على البشرة، وهون ما بنتركها على البشرة مع المقشر، ما بتترك المقشر على البشرة، وإنما تستخدمي يا فرشاية يا أصابعك بشكل دائري. وفكرة إنه نحن عم نقول بشكل دائري علشان نضمن دخولها بالمسامات وتنظيف المسامات من الزيوت أو الزهم أو القصص اللي داخلة بالمسامات وعملت لنا مشاكل. فنحن هاي الشكل الدائري لمدة 5 دقائق، وخص الأماكن اللي بتكون فيها زيوت كتيرة، بيكون نحن هيك سوينا مقشر كامل للبشرة. فينا نحن إذا حسنا كل قد إيه مثلا في الأسبوع، كم مرة إلى يعني من مرة إلى 3 مرات حسب نوع البشرة. يعني البشرة الدهنية نفوض أنه تكون 2 أو 3 مرات، أما البشرة العادية والبشرة الجافة مرة واحدة بكفي في الأسبوع. وكل ما كنتي حاسة أنه عندك رؤوس سوداء زيادة واضحة عندك، فالمقشرات مهمة بالنسبة لإلك، أفضل من أي نوع من التقنيات اللي حتلجأي لها وتدفع عليها فلوس. فهي المواد البسيطة بتقشر لك الرؤوس السوداء وبتتخلصي منها بأسرع وقت. طيب التقشير المفروض أن أنا أبقى عاملة حمام بخار في البيت يفتح لي المسام قبلها وبعد كده أحط التقشير ده؟ بيكون هيك زيادة الفعالية. لو أنه أنت من النوع اللي ما بدك تسوي كل هالقصة كلياتها، آخر الأسبوع بعد ما تغسلي وجهك بالغسول عرضي بشرتك للمقشر، حتى لو كان التقشير 30-40%، المهم انه ما تخلي اشي متراكم على وشك. تمام. وخصة اذا كنت من النوع اللي بتستخدمي مساحيق التجميل بشكل كتير كبير، فانت المفروض انك يكون عندك تقشير بشكل دوري، يعني بشكل يعني اكتر من 2 مرات في الاسبوع، علشان انه ما يترك اي اثار داخلي على المسام. طيب انا شايفاكي برضو الطبق التاني فيه مش عارفة ده سكر ولا ملح، جابت لك سكر وملح ورز مطحون. ورز مطحون طحون. كمان هاي كلياتها مواد خشنة، هون هاي المواد تستخدم للبشرة الدهنية بشكل أكبر وللبشرة الجافة والعادية. كمان مثل ما حكينا رح أضيف عليها خل التفاح. فينا نجمع بين أكثر من مادة خشنة لعلمك، يعني ينفع أحط الرز المطحون مثلا مع السكر؟ مع السكر مع الملح فينا نجمع أكثر من مادة، يعني فيك تحط الثلاث مواد هلأ هاي مع بعضها مع معلقة خل تفاح ومادة لينة مثل ما حكينا. هلأ أنا عندي هون زيت اللوز المر جايبته معي، فعشان هيك رح أحط منه. ما موجود عندك زيت اللوز، في عندك مثلا زيت الجلسرين، ما موجود عندك زيت الجلسرين حتى لو زيت الزيتون العادي. بس أنا وسخت الملاعق. تمام. ايه وبيتم خلط بعد كده بتروحي عاملاهم مسجاهم الاثنين بمسجه كله مع بعض. انت ما شاء الله عملتي السكر والملح والرز المطحون كله مع بعض، كلياته مع بعض.
احنا بدنا ناخذ يعني مثلا انه هلا هيك استخدمنا هذا مقشر فيك تقولي دبل، فينا نحط كمان شويه ليمون عليه. يعني الفكره مو انه فكره انه نتقيد باللي انا عم بجيبه، ايش موجود معك بامكانك، بس اهم شيء تكون مواصفات الماده، في وحده منهم على خشونه ووحده على ليونه وحده على حمضيه، يكون هيك سوينا مقشر ومقشر ظريف للبشره. طيب في نصايح تقوليها للي بيعمل التقشير، يعني قبل التقشير في حاجة يعملها، بعد التقشير يغسل بمية باردة مية فاتحة؟ أهم النصايح إنه بعد التقشير إنه أنت دائما فورا مباشرة اغسل بمية دافية وبعدين رطبي البشرة. يعني احتمال إنك أنت، في بعض البنات بيحاولوا إنه المادة الخشنة يدهكوها كتير بالبشرة لدرجة إنه يؤذوها للبشرة، فالفترة فالأذية البشرة أو تهيج البشرة مو لصالح المقشر يعني. فأنت بالأول والأخير نحن عم قلك بشكل دائري، بشكل أنت تكوني يعني خفيف على بشرة، مو انه دائري يعني معناته لازم تشتغلي تحسي بقى الهواء بيعملوه بزمة. ده دكتورة سندس بيخلوا البشرة مشوهة، فانه لانه في نحن عندنا حبيبات خشنة ونحن عندنا بشرة رقيقة. يعني انت قد ما يعني ما تفكري اذا انت طلعتي حمرة كتير كتير انه هيك انت جبتي النتيجة. أيوة الصح، وشي بيزيق وتمام مش ولا اي حاجة، يبقى انا كده فل. انه فل، لا بالعكس، انت بس بشكل دائري بسيط، يعني انك لا تقسي على البشرة ولا ترخيها بالمرة، وبعد ما تغسلي بمي دافية تستخدمي مرطب عادي وخلص، بإمكانك هيك تكوني أنت قشرتي بشرتك كتير. أما إذا كنتي من النوع اللي عندك مسامات مفتوحة فيفضل بعد الغسيل وقبل الترطيب تستخدمي التونك أو أي ماء التونك الطبيعي اللي موجود معك علشان تقبضي المسامات، بيكون هيك أنت خلصتي ونظفتي بشرتك واعتنيتي فيها وعالجتي مشاكل الخارجية. تمام. طيب دكتورة سندس، طبعا أكيد حضرتك بتشوفي الليف الصغير بيبقى الدوائر الصغيرة ده اللي في ناس بتنظف في بيها بشرتها، سواء بالتنظيف العادي او بالصابون او باي حاجه من الحاجات دي، ممكن ده يبقى هو وسيله التدليك؟ يعني انا احط التقشير ده على بشرتي واخد الليفه الدايره الصغنونه دي خالص ان انا اعمل بيها افضل؟ يعني هلا في عندك حتى فراشي بتكون بشكل شعر، فراشي بتكون بشكل بلاستيك، فراشي بيكون بشكل سيليكون، كثير كويسه لو استخدمتيها بدل اصابعك ودعكتي فيها البشره، بيكون هيك انت استخدمتيها مظبوط، يعني بيكون نظفتي وقشرتي البشره بطريقه اكثر من اصابعك او بدون ما تقسي زياده عن البشره. بالعكس انا بحس ان هي في اول استخدامها بيبقى تبقى ناشفه قوي، محتاجه مثلا تتنقع شويه في ميه وشامبو او اي حاجه كده تبقى حنين على الوش، فبتغسليها او بتنقعيها وبعدين بتستخدميها عشان ما تكون قاسيه كمان على البشره او تترك اي بذور في الوش او نتقعات او كده تصير تهيج للبشره. تمام جدا دكتوره سندس عبر خبيرة التجميل، بشكر جزيلا، شكرا على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا، يا رب إطلالة جميلة ومشتقة لكل بنات وستات. شكرا ليكي. ومشاهدينا زي ما شفتوا التقشير معانا بسيط جدا وسهل جدا ان هو يتعمل في البيت، بدل ما نروح بيوتي سنتر وندفع قد كده، لا نعمله في البيت وان شاء الله إطلالة تبقى جميلة ومشرقة. نطلع معاكم لفاصل ونشوف بعد كده شيف إيمان وصلت لحد فين.